أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسال الله ان يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وان يحشرني واياكم في زمره خير الانام ايها الاحبه الكرام الصيام له مقاصد لا تحصى ولا تعد علمنا بعضها وخفي عنا الكثير. علمنا بعضها من نصوص القران الكريم ومن نصوص السنه المطهره. والبعض الاخر من اجتهاد العلماء ولكن الحكم كثيره ويخفى علينا الكثير منها. مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او من الحكم من المقاصد لهذه الشعيره العظيمه العباده والتي هي ركن من اركان الاسلام والتي تميز المسلمين عن غيرهم في اسقاع الارض من الديانات الاخرى ومن العبادات الاخرى فرمضان شهر عظيم تاثر به الكثير من الناس فدخلوا الاسلام تاثروا بصوم المسلمين وبعبادتهم فاخذوا يبحثون والحمد لله هداهم الله لهذا الدين اذن هذه عباده عظيمه من بين قلت ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصد وحكم الصيام انه قال الصيام جنه الصيام جنه اي وقايه ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الصائم فاذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم بعض الناس أيها الأحبة الكرام يتعجب ويقول كيف لبعض الناس في رمضان يسب وبعضهم يشتم وبعضهم يقول كلاما قبيحا لا تتعجب لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان هذا الامر سيكون وان هذا الامر ربما هو باق الى ان تقوم الساعه ولكن صلى الله عليه وسلم ارشدني وارشدك الى كيفيه التعامل مع هؤلاء الذين يقعون في المحظور والذين آه اغواهم الشيطان وصرفهم عن الحق وعن الهدى اول ما امرني وامرك صلى الله عليه وسلم بان نجعل الصيام جنه حقيقيه ووقايه لان نقع او تقع انفسنا في اتباع الهوى وفي اتباع الشهوات وفي مخالفه الهدى وفي مخالفه اوامر القران واوامر السنه لان الصيام ان يمسك الانسان عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الى غروب الشمس فمن وقع وخالف فقد اتبع هواه وخالف هدى نبيه صلى الله عليه واله وسلم وتترتب عليه بعض الامور لا يتسع المقام لذكرها فارشدني وارشدك صاحب الهدى صلى الله عليه وسلم بان لا نجهل لا نرفث بان نتقي الله في هذا اليوم لان من مقاصد الصيام كما ذكرنا التقوى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولكن اذا حدث وان تواصلت او التقيت او تحدثت مع هذا النوع الذي يسب ويشتم علمك صاحب الهدى الا ترد عليه والا تسبه والا ترفع يديك عليه بل قل اني امرؤ صائم قلها مرتين كما ورد في الحديث فليقل اني صائم اني صائم هكذا قال صلى الله عليه واله وسلم هذه الكلمات تذكرك انت اولا بالصوم فيكون وقايه لك وتذكر هذا المعتدي او لعلها تذكره بانه صائم او اننا في رمضان فينزجر ويتوب ويثوب هذا الذي هذا الذي يطلب منك هذا هو المراد ان تقول هذه الكلمات وكفى وتنصرف لانك صائم وانت صائم لله رب العالمين والصيام ليس ايها الاحبه الكرام فقط عن شهوتي البطن والفرج وانما تصوم, تصوم جميع الجوارح فتصوم العين وتصوم الاذن وتصوم اليد وتصوم الرجل لا تجعل جارحه من هذه الجوارح تتعدى على حرمه الله او ان تقع في المحظور ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يبشر الصابرين الصائمين المحتسبين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي هذه الرائحه التي تنبعث من الفم هي عند الله اطيب من ريح المسك لخلوف فم الصائم ولهذا نجد ان البعض ربما كره حتى السواك عملا او لبقاء هذا النص الحديث او عمل نص الحديث لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك سبحان الله يقول يترك طعامه وشرابه من اجلي وفي حديث اخر ايها الشاب التارك التارك شهوته من اجلي انت عندي كبعض ملائكتي فالصائم يرتقي الى مصاف الملائكه لان الملائكه لا تاكل ولا تشرب ولا تتكاثر فالصائم شبيه بالملائكه في هذه الحال ويختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الصيام كما ورد في الحديث القدسي الصيام لي وانا اجزي به والحسنه بعشر امثالها الحديث في صحيح البخاري، أسأل الله أن يجعل صيامنا جنة وأن يتقبله منا وأن يوفقنا لأحسن الصيام ولأحسن القيام وأن يبارك في ساعاتنا وفي أوقاتنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين